نعم طبعا، مساء الخير. التصعيد ليس من الآن، التصعيد بدأ في شهر نوفمبر الفائت من قبل هيئة تحرير الشام تحديدا، وليست الفصائل التابعة للقوات التركية أو ما يسمى بفصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا. هيئة تحرير الشام أرادت إرسال رسائل سواء بتعليمات من المخابرات التركية أو تعليمات من جهة ما لا نعلم من هي للنظام السوري بأنها سوف تستهدف النظام وسوف تقوم بقتل عناصر النظام. وبالفعل هي نفذت عمليات كثيرة من ريف حلب الغربي مرورا بإدلب وصولا إلى ريف حما واللاذقية، أي أن كل هذه المناطق أو ما تعرف بمنطقة بوتن أردوغان شهدت تصاعد بعمليات هيئة تحرير الشام التي تتحدث عنها بشكل واقعي، يعني وتقول بأنها ما تعرف بمجموعات إنغماسية وكتائب إنغماسية تابعة للهيئة تقوم باستهداف قوات النظام أو قنص عناصر قوات النظام. يكاد لا يمر يوم وإلا باستثناء موضوع الزلزال إلا ونشهد فيه عمليات قتل وعمليات اشتباكات وعمليات قصف ما بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام. طيب هذا التصعيد أستاذ رامي تحدثت أنه بدأ من نوفمبر الماضي، يعني بعد أشهر ربما قليلة جدا من الكشف والعلن عن محادثات تركية سورية، إذن هذا التصعيد من قبل هيئة تحرير الشام كيف يؤثر على مسار التطبيع الذي تسعى إليه أنقرة مع دمشق؟ هو يعني لا يعني اذا علمنا من يقف وراء هيئة تحرير الشام غير المخابرات التركيه، هل هيئة تحرير الشام فقط تريد ان تكسب حاضنه شعبيه وتستهدف قوات النظام من اجل القول للمعارضه السوريه الرافضه للنظام بشار الاسد باننا نحن الوحيدون الذين قادرين على محاربه نظام بشار الاسد، ام هي بعض اجهزه المخابرات المرتبطه بالهيئه هي التي تقوم بالطلب من الهيئه بتنفيذ هكذا عمليات؟ لانه كان هناك هدوء فجاه شاهدنا بعد يعني الحديث عن علاقة أو اتصالات ما بين النظامين التركي والسوري، بدأت هيئة تحرير الشام تصاعد من عملياتها في إطار محاولة كسب الحاضنة الشعبية. وبالوقت ذاته عندما قيل بأن بشار الأسد رفض لقاء أردوغان شاهدنا عمليات دامية من الهيئة باتجاه مناطق النظام، أي قد تكون رسائل في بعضها رسائل من المخابرات التركية للنظام للضغط على نظام بشار الأسد كي يلتقي الأتراك، وبذات الوقت أيضا من أبو محمد الجولاني كي يقول بأنه هو الوحيد القادر على الدفاع عن خيار المعارضة وقتال قوات النظام. في أي نتيجة ربما تصل إليها مباحثات التطبيع أستاذ رامي؟ هل من الممكن أن يعني يصل الطرفان أنقرة ودمشق لمحاربة هيئة تحرير الشام الإرهابية لكونها مصنفة إرهابية لدى الطرفين؟ لا، يعني بمجرد أن يتم الاتفاق ما بين النظامين التركي والسوري ستجد بأن هيئة تحرير الشام سوف تتحول إلى فصيل معتدل، وسوف يقوم أبو محمد جولاني بتنفيذ دوره الآن الذي يقوم به بإعادة أو إبعاد عفوا ما تعرف بالمجموعات المتطرفة داخل الهيئة، إذا ما قسمنا الهيئة ما بين مجموعات متطرفة ومجموعات أكثر تطرفا. لذلك أقول بأن الهيئة وما يعرف بفصائل الجيش الوطني الذي هو عشرات الفصائل الموالية التركية عندما تأتي الأوامر من المخابرات التركية سوف ينتهي كل شيء، وسوف يقعد الذين هم يتحدثون عن نضال وقتال مع نظام بشار الأسد على حساب دماء أبناء الشعب السوري. نعم، أشكرك جزيل الشكر من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.